وساعتها الكلام انا الرد على الأبي سليم وفي شرح بعض الآيات التي أساءوا فهمها وأخطأوا في فهمها. من ضمنها الآية الموجودة في مزمور 45:7، مزمور مشهور هو كله نبوءات عن السيد المسيح اللي فيها بيقول له أنت أبرع جمالا من ضمن البشر، نعمة انسكبت على شفتيك لذلك باركك الله للأبد، فقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، استله وانجح وامرك لأخره، من أهل الحق والدعة والبر إلى كرسيك يا الله إلى بحر كرسيك يا الله إلى بحر الظهور، قضيب استقامة هو قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الاسم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدفن الابتهاج أكثر من رفقائك، كل ثيابك مر وعود وسبيخ. الكلام ده اللي موجود في مزمور 45:7 من أجل البر والدعاء إلى آخره، مسحك الله إلهك بزيت البهجة أكثر من البطائق، هو نفسه الكلام الموجود في عبرانيين إصحاح 1، نفس الآيات يقولها معلمنا بولس الرسول، بيقول إيه؟ عن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، أما عن الإبن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة هو قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الاسم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك إلهك ببيت الابتهاج أكثر من شركائك أو رفقائك إليك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسموات في عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى. لاحظوا أن هذه الآيات تتكلم عن لاهوت المسيح من جهة، وتتكلم عن ناسوته من جهة أخرى، تتكلم عن لاهوته في عبارة كرسيك يا الله إلى بحر الظهور، قضيب استقامة هو قضيب ملكك، وأيضا وأنت يا رب منذ البدء أسست الأرض والسماوات في عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى. وكذلك في المزمور، في المزمور 45 وعبرانيين 1 نفس الكلام، ده بيتكلم عن لاهوت، حينما يتكلم عن ناسوته يقول مسحك الله إلهك بزيت البهجة أكثر من البقاء، والله إلهك هو لاهوتك نفسه، يعني لكي لا تفرقكم، كلمة الله إلهك يعني لاهوت، هو لاهوت للناسوت، ولكنه ليس لاهوتا مختلفا عن الثالوث القدوس في شيء، يعني هو لاهوت ربنا، يعني مش لاهوت غريب عليه، يعني مسحك الله إلهك بزيت البهجة، ما معنى مسحك؟ يعني حكاية مسحه موجودة في أشعياء 61:1، بيقول إيه؟ روح السيد الرب
علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمعتورين بالإطلاق. هنا ناسوت السيد المسيح مسح ملكا وكاهنا ونبيا، مسح لرسالة معينة بزيت البهجة أفضل من رفقائه، أي أفضل من بني البشر عموما. مسح بالروح القدس، وكانت المسحة في يوم العماد حينما حل عليه الروح القدس. ومع ذلك نجد في يوحنا 17 يقول كلام برضه كثير من الناس بيسألوا عليه، لكن يفسر ما نقوله هم. بيقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. يقدس يعني يمسح، يعني هو مسح لكي يجعلهم هم أيضا ممسوحين بالحق. وهنا والقديس أثناسيوس الرسولي يبين لنا عبارة دقيقة جدا، يقول إيه؟ المسيح بيقول أقدس أنا ذاتي، فقال لم يقدسه أحد من الخارج بل هو يقدس نفسه، يعني هو بلاهوته يمسح نفسه بزيت البهجة أفضل من رفقه، فهو هنا المقدس وليس المقدس، لم ينل هذه المسحة من الخارج إنما من ذاته. اللي حاصل إنه كل الذين مسحوا من قبل نالوا المركز بالمسح، لكن المسيح غير هذا. يعني مثلا داود يوشيا حزقية غيره بالمسح صار ملك، أما المسيح فكان ملكا قبل أن يمسح، وكان إلها قبل أن يمسح. ولذلك يقول له في المزمور دي في الأول كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، أدي اللاهوت قضيب استقامك، قضيب الاستقامة هو قضيب ملك، أدي الملك لذلك مسحك الله له. يعني أنت لك اللاهوت في الأول ولك الملكوت في الأول، ومن أجل أنك أنت من حيث الناسوت أحببت البر وأبغضت الإثم مسحت بزيت البهجة أفضل من الله. وهو في المسحة بيقول أقدس أنا ذاتي، ما فيش حتى مسح عنه من بره. يعني كأنه بيقول أنه من ناحية الناسوت مسح بزيت الله ومسح بالروح القدس. مسح ايه؟ بالروح القدس. هذا الروح القدس الذي مسح به هو الروح القدس الذي هو نفسه يعطيه. يعني مثلا شوفوا في أعمال 10:38 بيتكلم عن ناسوت برضه، بيقول يسوع الذي من الناصرة، وبيتكلم عن ناسوت مش على الله الكلمة، بيتكلم عن ناسوت. هو طبعا لاهوته متحد بناسوته، لم يفترق عنه لحظة واحدة ولا فرقتين، لكن في أشياء نميز فيها الناسوت، زي ما نقول أكل بالناسوت، مات بالناسوت، تعب بالناسوت إلى آخره. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا. إذا الناسوت مسح بالروح القدس. هنا وأحب أن أنبه إلى نقطة هامة
في علاقة المسيح بالروح القدس هذا الذي مسحه. وأعتقد أن القدامى فيكم قد سمعوني وأنا أشرح هذه النقطة. الروح القدس له علاقة بأقنوم الابن منذ الأزل. منذ الأزل الأقانيم الثلاثة ثابتة في بعضها البعض، وله علاقة بالروح القدس في تجسده حيث مسح بالروح القدس للخدمة. ولذلك في تقدمة الدقيق الموجودة في سفر اللاويين إصحاح 2، وهي ترمز إلى ناسوت المسيح وليس إلى صلبه أو فدائه لمجرد ناسوته وبره، لأنها تقدمة دقيق وليس فيها دم، ولم يأتي ذكر الدم في تقدمة الدقيق. من جهة ناسوت قال إيه؟ تكون تقدمة الدقيق فطيرة ملتوتة بالزيت ومدهونة بالزيت. ملتوتة بالزيت ومدهونة بالزيت. ملتوتة بالزيت ترمز إلى الوحدة والثبات بين أقنوم الروح القدس وأقنوم الابن، بأنه الروح القدس فيه وهو في الروح القدس. وعلى الرغم من أنها ملتوتة بالزيت والزيت يتخلل كل ما فيها، يقول لك ممسوحة بالزيت مدهونة بالزيت من بره. فهو من الناحية الأقنومية تمثلها الفطيرة الملتوتة بالزيت، ومن ناحية الخدمة والرسالة كإنسان مدهونة بالزيت من بره. فكانت طبيعته ثابتة في الروح القدس منذ الأزل، ولكن لما أخذ جسدا مسح هذا الجسد بالزيت، مسحت هذه الطبيعة البشرية بالزيت، بزيت البهجة أفضل من بطاقة. ولكن إيه معنى من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونهم أيضا مقدسين في الحق؟ هنا نجد عبارات هامة، يريد برضو النقطة دي تاخدوها كقاعدة عامة في الرد على الأريوسيين. نقطة منهم ما يخص اللاهوت وما يخص الناسوت، الآيات اللي وردت عن الله من جهة بشريته أو ناسوته والآيات اللي جت من جهة لاهوته، خلت النقطة على الجنب. لكن النقطة الثانية إن هو إيه؟ إنه كان يمثل الطبيعة البشرية كلها. يعني يا ريت تفتكروا العبارة الموجودة في القداس الغريغوري: باركت طبيعتي فيك. باركت طبيعتي فيك. يعني إيه باركت طبيعتي فيك؟ يعني المسيح أخذ طبيعة بشرية وقدس هذه الطبيعة البشرية لكي يعطي للطبيعة البشرية بصفة عامة صفات واختصاصات وقدرات. فيه صامت الطبيعة البشرية 40 يوما واربعين ليلة وارتفعت عن مستوى الخبز. فيه تعمدت الطبيعة البشرية بصفة عامة بمعمودية التوبة. في طاعته قدمت طاعة البشرية كلها، أو قدمت طاعة الطبيعة البشرية، أو أعطي للطبيعة البشرية القدرة أن تطيع، القدرة أن تتوب، القدرة أن تصوم. وكما يقول القديس أثناسيوس إنه في اغتساله في الأردن اغتسلت طبيعته البشرية كلها. فهو كان يمثل الطبيعة البشرية ويقدس الطبيعة البشرية بصفة عامة. يقدس الطبيعة البشرية بصفة عامة. الطبيعة التي فقدت صورتها الإلهية بدأت تسترجع صورتها الإلهية فيه. وهنا يقول إنه
حينما مسح بالروح القدس أعطانا القدرة أن نمسح نحن أيضا بالروح القدس، وأعطانا القدرة أن كل واحد فينا يبقى هيكل الله والروح القدس ساكن فيه. يعني خذوا العبارات الآتية وحاولوا أن تفهموها وتحفظوها. هو مسح لكي يمسح أيضا طبيعتنا، أو صرنا ممسوحين فيه، أو صارت طبيعتنا مستحقة أن تمسح بالروح القدس كما مسحه، ولكن هو أفضل من كل البشر. مسحت طبيعتنا البشرية بمسحته، مسح لكي نصير نحن مسحاء بالروح القدس، أو لكي نصير مسيحيين. فطبيعتنا تقدست بتقديسه لذاته أو بمسحته لذاته. من أجلهم أقدس أنا ذاتي، ليه؟ لكي يكونوا هم أيضا مقدسين. طبيعة بشرية سقطت وضاعت، وجاء السيد المسيح ينقذ هذه الطبيعة البشرية من الضياع. الطبيعة البشرية كانت مغضبة لله الآب، فقدم لله الآب طبيعة بشرية طائعة لأول مرة. لم يوجد في الطبيعة البشرية إنسان كامل، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مصد الله، زي ما ورد في مزمور 14. وجاء السيد المسيح يقدم للآب الإنسان الكامل. فمع أنه الله وكرسيه إلى أبد الدهور، وعرشه، كلمة كرسي بتبقى إثرونوس، إثرون يعني عرش، والعرش كي الله إلى بحر الدهور، أو كرسيه في عنه هكامش، وقضيب الاستقامة هو قضيب ملك، لكنه مع ذلك مسح ببيت البهجة أفضل من الفقار. مسحه لاهوته المتحد بناسوته، قال له مسحك الله إليك لاهوتك المتحد بناسوته. قيلت هذه الكلمات عنه لما صار إنسانا وتعمد في الأردن، ولكنه مع ذلك، مع أنه مسح بالروح القدس، إلا أنه كان يرسل الروح القدس للناس، وقالت وعد التلاميذ بأنه يرسل إليهم الروح القدس، ونفخ في التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، وقال لهم الروح القدس يأخذ من مالين ويخبركم، في يوحنا 16. فناسوته هو الذي مسح بالروح القدس، مسحك الله إلهك يعني لاهوتك، يعني مسحك لاهوتك. جميل أول القديس أثناسيوس الرسول بيقول بسببنا ومن أجلنا صارت تلك الكلمات. يعني بسببنا ومن أجلنا صارت تلك الكلمات، يعني بسبب طبيعتنا البشرية التي تحتاج أن تمسح بالروح القدس وتمسح باللاهوت صارت هذه الكلمة. وبعدين بيقول حاجة تانية، بيقول إيه؟ شوفوا الكتاب المقدس
سواء في المزمور أو في عبرانيين بيجيب السبب، بيقول إيه؟ أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك به في البحر. فالسؤال هو، هل هذه المسحة لمجرد المكافأة له؟ لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم. هنا القديس أثناسيوس يتكلم ويقول الكلمة اللي هو اللاهوت، لاهوت الإبن، أي شيء فيه قد أزيد إليه؟ إيه الشيء اللي خد؟ إيه الحاجة الزيادة اللي خد؟ هل أخذ زيادة لاهوت؟ ده هو إله منذ الأزل. هل أخذ ملك؟ هو ملك قبل كده. ده بيقول له كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب الاستقامة، هو قضيب ملكك. وبعدين بعد كده مسحك الله، لا يعني هو إله قبل كده وملك قبل كده، فهو لم يزد شيئا على الإطلاق، وطبيعته أيضا لا تقبل الزيادة لأنه كامل من كل شيء. مين اللي زاد؟ نحن. الطبيعة البشرية هي اللي زاد، طبيعتنا إحنا اللي السيد المسيح قدس هذه الطبيعة، باركت طبيعتي فيك، باركت الطبيعة البشرية، والطبيعة البشرية أحبت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحت بزيت البهر. يعني كأن بيقول لنا اطمئنوا، أنتم فقدتم الصورة الإلهية، أنا جيت في هذه الصورة الإلهية وجيت في هذا الكمال وأحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحت الطبيعة البشرية فيا بزيت البهر. عشان كده كويس القديس أثناسيوس بيقول بسببنا ومن أجلنا صارت تلك الكلمة. إن كان عرش ملكوته إلى الأبد، فما الذي زاد عليه وما الذي كان ينقصه؟ لا شيء. ولكي يكون إن تكون البشرية يكون أهلها مقدسين في الحق، والحق هو نفس الله الكلمة، لأن قال أنا هو الطريق والحق. برضو لو مسكت عبارة باركت طبيعتي فيك تلاقيها اتحلت معنا، لأن الروح القدس الذي قدسه هو نفس روحه، ونفس الروح القدس يأخذ منه ويرسل بواسطته للمستحقين. عشان كده بعدين لما في مزمور 45 يقول له ايه؟ كل ثيابك مر وعود وسليقة. القديس أثناسيوس يقول كل ثيابك مر وعود وسليقة، دي لما أخذت طبيعتنا المائتة، هذه الطبيعة المائتة طيبت بالمر والعود والسليقة اللي جابها نيقوديموس واللي النساء يعني فكروا وجم بيها. هذه الطبيعة المائتة صارت حية وقدسة بالروح القدس، لكي يجعلنا نحن المائتين شركاء في الملكوت الأبدي في التدلس.